تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعاتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. مثل ما أنتم متعودين في برنامجنا، يعني نحاول نطرح مختلف المواضيع الصحية والطبية اللي تشغل بال الجميع، فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نستهل بها هذا الأسبوع المميز من هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. فأطيب التحيات مني محدثكم محمود يوسف العلي، ومن الإخراج معنا المتألقة دائما ميثا بن بيات، وأيضا في التنسيق معنا شيمة الناك، وهذه تحيات فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي. أيضا مثل ما أنتم متعودين تشاركني في تقديم الحلقات الرمضانية هذه دكتورة وفاء عايش، مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي. صباحك الله بالخير دكتورة. والله بالنور والسرور، الله يسعد صباحك. عاد سامحينا أنا ببتدي شوية بالأخبار اللي متعودين عليها المستمعين. هذه جولة سريعة في أهم الأخبار اللي حقيقة انتقيناها من ملحق البيان الصحي الصادر أو اللي يصدر كل يوم أحد مع صحيفة البيان، وهذا الملحق هو عبارة عن يعني نتاج هذا التعاون الوثيق والجميل ما بين هيئة الصحة بدبي و صحيفة البيان. في بين الأخبار اللي اخترناها، صحة دبي تتفاعل مع دورة ند الشبا بمنصة مميزة. دعت هيئة الصحة في دبي جمهور المتعاملين معها إلى زيارة منصتها الخاصة المقامة ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرمضانية ناس، والتنافس على جوائزها القيمة من خلال مسابقة الدراجات الذكية التي توفرها الهيئة. أيضا هذه المسابقة توفرها لرواد منصتها للتسابق إلى جانب التعرف إلى أنماط الحياة السليمة والاطلاع على مجمل الخدمات الذكية التي توفرها صحة دبي للجمهور، ولا سيما المتصل منها بالصحة العامة والحفاظ على العادات الغذائية والصحية. أيضا من الأخبار المتواجدة، أيضا صحة دبي تحدد ساعات العمل خلال رمضان. فقد حددت هيئة الصحة بدبي مواعيد وساعات العمل في الإدارة العامة ومستشفيات ومراكز الصحية والتخصصية التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك، ونحن خبرناكم كذلك بأوقات هذا أوقات الدوام خلال رمضان. أيضا دكتور أنا خبرتم سؤال الحلقة ولا لا بعدك؟ أيوة سامحوني. قبل المفروض هذا أول شيء أذكره اليوم، سؤال الحلقة اليوم بيكون أذكر عدد التطبيقات الذكية الخاصة بهيئة الصحة بدبي في متاجر الجوجل بلاي وأيضا متاجر الأبل ستور. كم عدد هذه التطبيقات الخاصة بهيئة الصحة؟ هل هي 1 ولا 2 ولا 6؟ ها تطبيق ولا 2 ولا 6؟ أسهل من كذا ما في. بداية الأسبوع طبعا الجائزة مقدمة من إدارة تقنية المعلومات، عبارة عن جهاز لوح ذكي. تدرين خلينا نسحب 2 اليوم، شو رأيكم؟ اثنين فايزين. يلا ما دام بادين الاسبوع وشي خلونا نسحب على جهازين. شو حلو، شو رايك ميثا؟ زين ممتاز. اذا بنسحب على 2 فايزين معانا الاجابه على السؤال كم عدد التطبيقات الخاصه بهيئه الصحه في دبي على المتاجر الذكيه، هل هي 1 ولا 2 ولا 6؟
مثلا. ها انزين نبغي بس الجماعة يطرشون الإجابة مع الاسم الثلاثي على أساس أنه نسهل عملية السحب على على الفائزين. أمريني ميثة مرة ثانية ما سمعت. أي ممتاز. إذن اللي يبغي يشارك يطرش لنا على 4006 الرسالة بالإجابة وأيضا الاسم الثلاثي. طيب اليوم يعني نحن متساهلين أكثر من تي وفا ما في. لا صراحة يعني نبغى مشاركات المفروض على طول خلاص مرة الحين يلا ورا بعض. طيب سمعي هذا الخبر. يقول الامتناع عن تناول اللحوم نهائيا يضر بالجسم. أجرى علماء بريطانيون دراسة علمية استمرت سنة كاملة بينت نتائجها أن 29% من الفئة المستهدفة تخلوا عن تناول اللحوم و9% يفكرون في ذلك وأن 3% قد تخلوا عن تناول اللحوم حديثا. قال العلماء أن التوقف عن تناول اللحوم يسبب نقصا في بعض المواد المهمة مما يؤدي حتما إلى انخفاض الوزن. ويؤكد الأطباء أن الشخص الذي قرر الامتناع عن تناول اللحوم بصورة نهائية قد يفقد 4.5 كيلو جرام من وزنه خلال الشهر، وهذا يسبب تردي في حالته الصحية، كما يسبب تغييرا جذريا في تركيبة المواد الغذائية التي يتناولها الشخص وانخفاض الوزن، يعني تغيرات في المعدة في الأمعاء. هي بالضبط، وبالتالي تؤدي لمشكلات في عملية الهضم. صحيح. وإلى قرحة المعدة مستقبلا. وقال الباحثون أن النباتيين يعانون من نقص في المواد المغذية الضرورية لعمل أجهزة الجسم بصورة صحيحة، وأن الذين يمتنعون عن اللحوم سيشعرون حتما بنقص البروتينات والمعادن، وهذا يؤدي إلى قصور في عمل القلب. في مجالي لا. دائما سبحان الله لما احنا بنقول التوازن سيد الموقف، يعني العلم كل يوم عم بيثبت انه الكلام هذا صحيح. ولما نتكلم انه اللحم المصدر الرئيسي، بالذات اللحم الاحمر المصدر الرئيسي للهيم، الهيم اللي هو يعمل على تفعيل خضاب الدم وانتاج كريات الدم الحمراء. لما يكون الإنسان نباتي بيقدر بيضطر إنه يأخذها من حبوب أو من مواد داعمة، وبالتالي عم بدخل مواد كيميائية إلى الجسم. اللحمة مصدر رئيسي للبروتين، فيها دهون مشبعة، عشان هيك إحنا بنقول يأخذها الشخص مرة واحدة في الأسبوع مش أكثر. وإن كان من يعني ولا بد يحاول إنه يعني ما تكون أكثر من مرتين في الأسبوع. بي 12 الحديد مصادر رئيسية، ومصادر البي 12 مصدر رئيسي ووحيد اللي هي اللحوم. أما البي 12 فهو مصدر أقوى شيء اللحم الأحمر، ومن ثم بتيجي بقية اللحوم. فلما أنا أمتنع وأتحول لنباتي وأنا أصلا مش نباتي، فعلا يؤثر على العملية الفسيولوجية لجسم الإنسان اللي تعود دائما تعرف فيه بيكون في أنزيم معين لهضم بعض الأطعمة. فلما أنا أخل بهذا الأنزيم اللي كان يفرز مثلا لفترة طويلة من الزمن، فأنا أخليت بالنظام الداخلي للجسم. أيضا بصير في اللحم لها يعني اللحم الأحمر له فوائد كتير كبيرة. إذا بتحب مرة نتكلم فقط عن اللحوم كل واحدة فيها وشو فوائدها ما عندي أي مشكلة، ولكن خلينا أقول إنه إلها بتلعب في تكوين العديد من العضل للتفكير للجسم للكريات الدم الحمراء لحتى للدماغ والتركيز. فيفضل إني أنا أخذها. طبعا إحنا لما نقول نأخذ اللحم الأحمر يكون ما في دهون حواليه، متشفي يعني، يكون مشوي أو معمول صالونة لكن بدون دهن. ما بنحكي عن الطعم عن اللحم المقلاي. يبولنا الستيك كذا شو يعني ما يكون ولدن، يكون فيه مثل رير. شوية دم.
أنا ما بقدر أخذها هيك، لازم لسبب هلأ هي تأخذها هيك ما في، يعني في كتير ناس تأخذها، لكن في بعض الأنواع صحيا هاي اللي بدي أقوله، في بعض أنواع خلينا أقول البكتيريا وال الديدان نقول ما 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 تقتل إلا بدرجة حرارة عالية، فلازم يكون ولدان. فيفضل أنك تأخذ القطع اللحم مستوي وليس ني. جميل. إذن دكتورة يعني تخيلي وايد إجابات غلط عندي. لا تخيلي وايد إجابات غلط، يعني غششكم وأعطاكم الرقم. يعني اللي تابعنا من بداية البرنامج المفروض عدهم، لأن احنا حكيناهم يعني كلهم أقل تقريبا. أنا حتى يعني ما قلت أغشش شوي. إحنا اليوم كم؟ لا تغششين. طيب براي خلاص. خليهم يعني بس يا جماعة الخير شوفوا كم تطبيق احنا حكينا من بداية الشهر خاصة بهيئة الصحة في دبي. هل هي تطبيق واحد ولا اثنين ولا ستة؟ أكثر من هيك يعني يا جماعة ما في سهولة. يعني توقعت اليوم ولا إجابة غلط. عموما اللي حاب يشارك في مسابقتنا اليوم يطرش الإجابة مع الاسم الثلاثي على الرقم 4006، وأيضا اللي حاب يشاركنا في عن رمضان وعن التغذية في رمضان ممكن يتصل على رقم 600551414 وفاصل وإن شاء الله ما نرجع لكم. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. مستمعينا يعني نذكركم بسؤال حلقتنا اليوم، واللي ما نسحب اثنين فائزين على جهازين مقدمين من إدارة تقنية المعلومات، أجهزة ماذا، جهازين لوحين ذكيين. يا سلام. اثنين جهاز ذكي. أوكي واضح. عموما سؤال حلقتنا اليوم يقول ما هي التطبيقات الخاصة أو كم عدد التطبيقات الخاصة بهيئة الصحة في دبي والمتواجدة على متاجر الجوجل والأبل ستور؟ هل هي تطبيق ولا تطبيقين ولا ستة؟ يعني نشيل إجابة لا واحدة؟ أسهل من هيك صعب. لا ياسين يجاوبون غلط. يعني احسبوا من يوم ما بلشنا وإحنا نحكي تطبيق خلاص. قالت إيه صح. بعد وجهة نظر ميثا وأيمن عنده وجهة نظر، يقولون إن في ناس متابعين وقاعدين يجاوبون صح، فليش شو اسمه؟ لا هذول لازم يفوزوا. خلاص ما نخلي ثلاث خيارات. عموما دكتورة يعني أنا اليوم بطرح موضوع شوية انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي. هنالك من يقول بأن هنالك شوربة خاصة بحرق الدهون، وكان طالع في أحد وسائل الإعلام ويتحدث بكل ثقة عن هذا الموضوع. فأنا اللي أبغي أستفسر عن مدى صحة هذه المسألة. هل هنالك شوربة بالفعل هي حارقة للدهون؟ ما في أكل حارق للدهون، هذا يعني من الآخر هيك. أناناس، شوربة الملفوف اللي بتكلم عنها ما بعرف مين اللي طلع على التواصل الاجتماعي، ولكن انتشرت حتى هاي الشوربة لفترة من الزمن، لأنه الناس ما بدها الحلول السريعة لشيء أخذ أشهر إنه ينعمل أو سنين. شوربة الملفوف أو الشوربة الحارقة بسموها، ما فيها، هي عبارة عن شوربة فيها خضار كتير، قيمة السعرات الحرارية فيها لا تتجاوز 330 سعرة حرارية، بياخدها الشخص لمدة 10 أيام وبيفقد فعلا وزن، ولكن اللي بفقده بحب أقول للمستمعين هو عبارة عن ماي وليس دهون. حرق الدهون في الجسم بتكون عن طريق إدخال سعرات حرارية أقل وممارسة رياضة أكثر. بهاي النوع من الشوربة بيفقد الإنسان السوائل
ويتم تخزين الدهون. يعني لو فحص كتلة الدهون عنده قبل شرب الشوربة هاي وبعد، هينزل في الوزن 5 كيلو ولكن سيرتفع في الدهون 5 كيلو. يعني أساء إلى جسمه بطريقة جدا قوية، رفع الكتلة الدهنية اللي احنا بنحاول جاهدا انه ننزلها، ما حرق اي دهون. لا ومش بس هيك، انت بتعرف الفيتامينات الذائبة في الماء اللي هي البي بانواعها والسي طارت اصلا غير موجودة، لانه انت عمالك يعني الخضار مصدر الفيتامينات، فلما انا بغليها وبقطعها، وانا بقطع بالطير وانا بغليها بالطير، ولما اخليها لفترة واشربها خلال اليوم خلاص صفر القيمة الغذائية من الفيتامينات الذائبة بالماء. الفيتامينات الذائبة بالدهون الـ ADEK ممكن تكون منها، ولكن trace elements احنا بنقول يعني جزء بسيط منها بضل، لانه حتى اللي تضاف مش غنية جدا في الفيتامينات الذائبة بالدهون. وبالتالي القيمة الغذائية حتى كقيمة فيتامينات ما فيها، فهو عم بيشرب مي، عم بياخد الياف بتحسسه بالشبع، والمي بحسسه بالشبع زي اللي بيمشي على شوربة المي على حمية المي، تنزل في الوزن، ولكن مجرد ما يوقف الحمية ارتفع الوزن أضعاف محمود، سبحان الله. وبالتالي انت تؤذي الجسد، تفقد القيمة الغذائية تبعته، ترفع نسبة الدهون المختزنة داخل الجسم، لأن الجسم بيعتبر انه انت عم بتجوعه وما بيحرق الدهون. ولا يوجد طعام حارق للدهون، في طعام بيفعل عملية الحرق. كيف يعني؟ أنا لما أخذ مثلا الخل مع السلطة مع الماي مثلا بيفعل عملية الميتابوليزم، بيزيد فعل الأيض، ولكن لا يحرق الدهون. لازم أنا أكون عم بمارس رياضة عشان أحرق الدهون مقابل الأكل اللي أنا عم باخده. طيب نحن دائما ما نسمع هنالك بعض الأكلات تساهم في إنقاص الوزن، وهذه يعني دائما ما تطلع بعض الدراسات تقول أن هنالك يعني بعض الفواكه وبعض الأطعمة تساهم في إنقاص الوزن. أنا هقول لك كيف، خصوصا الفواكه، بغض يعني الأناناس الياح الأشياء اللي فيها ألياف عالية، كيف بتساهم وجود الألياف اللي فيها؟ بتسهل عملية الهضم، وبالتالي بتخلي عمل الجهاز الهضمي يعمل بصورة فعالة أكتر. تكلمنا على الكافير أو قلنا عنه الألبان اللي غنية بالبروبايتكس، وجود البروبايتك أيضا اللي موجود في الألبان وبالحليب اللي عم بياخده الشخص بيفعل عملية حرق، تفعيل عملية الأيض خلينا نقول. ليه؟ لأنه بخلي الجهاز الهضمي يشتغل بأريحية، فبكون فعالية الجهاز الهضمي أكبر وبالتالي بيحرق أكتر. بهالطريقة في نعم بعض الأطعمة اللي تساهم. وعلى فكرة دائما الفاكهة قبل الأكل بتفعل عملية الهضم أكتر وبتسرعه. ليه؟ لأنه أنت أخذت نسبة عالية من الألياف. طيب في يعني من بين الأسئلة اللي تدور في بالي حقيقة، وأبغي بعد كذلك في الفترة الأخيرة يعني انتشرت المسألة، مسألة أن هنالك الكثير يلجأ إلى عمليات التكميم وقص المعدة في مسألة انقاص الوزن. نعم. فصارت يعني إلى حد ما موضة. صح. يعني للأسف صارت موضة. حل سريع. حل سريع لإنقاص الوزن. عموما دكتورة هنالك يعني في حمية معينة قبل وبعد. نعم. قبل وبعد. خلينا نتكلم عن هذه العملية أول شيء بشكل عام. زين، ومدى أهميتها بالنسبة للشخص إنه يسويها ولا لا، هذا واحد. اثنين يعني أنا واحد من الناس يعني قد تكون حل بالنسبة للبعض، لكن أشوف إنها هي عملية جراحية في النهاية. طبعًا. يعني هي فيها جراحة، فليش أنا أخذ حل جراحي وأنا بإمكاني إني أنا أنقص وزني بالرياضة وب يعني اتباع لايف ستايل صحي؟ لأنه في ناس يعني في ناس ملت من الحميات، في ناس بحسوا إنه العملية الجراحية سهل طريق، يلا بدخل يوم يومين ثلاث المستشفى وبيطلع بينزل وزنه بسرعة، ما بده خلينا نقول الطريق الطويلة الصعبة
ولكن sustainable لأنه أنت ما عم بتغير شيء في جسمك، بده الحلول السريعة. هلأ بالنسبة للبرياتريك سيرجري بدك تعلق محمود؟ هي أنا بغيت أتكلم لأن أتذكر حتى اللي يدخلون مثلا هذه الحمية اللي قبل العملية ينزلون كم تقريبا 10؟ ينزل، لازم ينزل وزنه على حسب الشخص. إذا هذه الحمية شو دكتورة ليش ما فيها بعد شوربة حارقة للدهون؟ لا ما فيها. لا أكيد إحنا بهيئة صحة دبي نتبع النظام الغذائي المتوازن الصحي للمريض. شو فكرة أنك أنت تمشي الشخص على حمية قبل؟ وطبعا الدكاترة عندنا بيرفضوا الناس اللي ما بتنجح بالحمية، ما حتنجح حتى بعد العملية، فهم بيصروا أنهم يروحوا عند أخصائي التغذية ويمشوا على نظام غذائي حتى ينزل الوزن. الفكرة منها سببين. السبب الأول أنه أنت عم بتهيئ الجسم لحمية ما بعد العملية، لأن الحميات ما بعد العملية دائما بتكون قليلة جدا في السعرات الحرارية وبالكم، كم ونوع كمان، يعني بتبدأ بسوائل بعدين بتكون سوفت بعدين بتروح على الكميات اللي هي حتى يقدر يتقبلها الجسم. النوع الشغل الثاني انه هو يتقبل فكرة انه هو عم بينزل وزنه. سبحان الله بيلتزم التزام رائع يا محمود قبل، لانه هو بده يعمل العملية، تخيل. لمجرد كونه انه هو دخل كانديديت انه هو مرشح انه يدخل العملية بيلتزم بالحمية الغذائية. لو قلت له ما في عملية ما بيلتزم، بقولك ما بقدر وصعب. طب ما انت مشيت علشان تعمل الحمية، تعمل العملية، فانت مشيت على الحمية اللي اعطناك اياها احنا. فهو طبعا بالنسبة لهم انه انا امشي على الحمية هاي بتهيئ نفسيا وجسديا لاستقبال ما بعد الحمية. وتخفيف الوزن، كل ما كان الوزن أقل كل ما كانت، يعني بمعنى إحنا نتكلم مين اللي هم لازم يعمل العملية أصلا؟ اللي أوزانهم فوق 150، اللي عندهم البي ام آي جدا عالي، اللي سمنتهم سمنة مفرطة أو خطرة. البي ام آي تقصدين كتلة الدهن. وإحنا منقصها عنا بالجهاز طبعا، مش بس عملية حسابية. اللي عنده مثلا وزن زائد مع كوموربيديتيز، يعني سكر ضغط، امراض قلب، هاي من الناس اللي عفوا بيكونوا كانديديت مرشحين للعمليه، لانه في خطر على حياتهم الصحيه، وبالتالي بيلتزموا وبينعمل العمليه لهم. في ناس كتير عملوا مثلا القص المعده وبعد فتره رجعوا عملوا التحويل. ليه؟ لانه بعد سنه سنتين رجع زاد الوزن، لان هم فعليا ما مشوا على فكره انه يخفف الوزن عن طريق تخفيف الاكل. فالاساس انك تخفف الاكل، لانه حتى بعد هيك اذا انت رجعت تاكل فالمعده إلاستيك ترجع بتتمدد. فالفكره انه انت تتعود على نمط صحي. سو اول اوان واخرا هي نمط صحي ورياضة. جميل، خلينا نطلع فاصل دكتورة، فاصل وما نرجع لكم إن شاء الله. إن شاء الله. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة صحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. شو رأيكم في السرعة؟ سريع جدا. بس عشان نعطيكم سؤال الحلقة، سؤال الحلقة يقول: كم هي عدد التطبيقات الخاصة بهيئة الصحة بدبي والمتوفرة عبر المتاجر الذكية في الهواتف الذكية المتحركة؟ هل هي واحد تطبيق واحد ولا تطبيقان ولا ستة تطبيقات؟ ها؟ واحد ولا اثنين ولا ستة؟ اللي حاب يشارك ممكن أن يرسل الإجابة الصحيحة على الرقم 4006، يطرش لنا الإجابة الصحيحة، يعني رقم الصحيح زايد الاسم الثلاثي عشان يسهل علينا عملية الفرز. بدأت يعني في إجابات وفي أسئلة عندنا. في سؤال، سؤال يقول: دكتورة، هل الليباتين يساعد على حرق الدهون؟ هرمون الليبتين. اوكي، هرمون الليبتين هو المسؤول، هو هرمون المسؤول عن فعلا الحرق في جسم الانسان، ولكن لا يعطى بدون اشراف طبي ولاسباب طبيه. الان الدراسات عليه انه يستخدموه لتخفيف الوزن فيما بعد، ولكن للان انك تروح انت تستخدمه هيك شخص عادي لا، ما ينصح فيه، لانه في اخطار طبعا. انت بتاخذ هرمون
يعني عم بتدخل هرمون زيه زي أي هرمون في جسم الإنسان عم بيأخذ زي الهرمونات اللي بتربي العضلات، هاي كلها تؤذي الجسم إذا ما كان في زي هرمون النمو وغيره. إذا لم يؤخذ لسبب وتحت إشراف طبيب متخصص في الهرمونات والغدد سيكون في أذى على الجسم. جميل. في سؤال ثاني يقول ما هي فائدة فاكهة البطيخ للكلى؟ طبعا البطيخ من أو الليح الأحمر يعني من الفواكه اللي رائعة في الماي، 98% منه ماي، في نسبة عالية جدا من الألياف. الجلاس واحدة، الكاسة الواحدة الكبيرة 250 ml تعطيني حوالي 60 سعرة حرارية، يعني كمان في سعرات الحرارية قليل، ألياف عالية، ميته عالية، فيه فيتامينات جدا قوية، رائع جدا لترطيب الجسم. وزي لما احنا تكلمنا في أول حلقات انه كل الماي أضبط نموذج لكل الماي هي عن طريق أن أنا أخذ اليح أو البطيخ الحمر. جميل. ميثة طمنتي؟ كليح. عموما ليش ميثة الآن؟ تقول أنا أكل وايد يح، خافت. انزين. عموما في بدها تحسب، بدها تحسب سعرات. المستمعين يقول نحن ما منكون على السمع، كيف نعرف اذا فزنا او لا؟ بيتصلون فيكم الجماعه من التنسيق، بيتصلون بالفايزين. نذكركم بسؤال الحلقه اللي هو كم عدد التطبيقات الخاصه بهيئه الصحه بدبي والمتوفره على المتاجر الهواتف الذكيه؟ هل هي تطبيق ولا تطبيقين ولا 6 تطبيقات؟ يمكنكم إرسال الإجابة على الرقم 4006. صباح السرور، هذه تجاوب على السؤال. طبعا اللي حاب يوجه أي سؤال للدكتورة ممكن حتى كذلك أنه يطرش لنا الأسئلة، أو أنه ممكن أنه يتصل فينا على الرقم 600551414. دكتورة اليوم شو مشروبنا اللي ما نتكلم عنه؟ تمر هندي. تمر هندي. خلينا نشوف شو شوف في المشروبات من المشروبات الرمضانية اللي كتير كمان مشهورة التمر هندي. يعني حتى لو ما يبتي لنا مشاريب شعبية عندنا يعني كرك كرك مش مشروب على أول الفطور، مشروب بعد الفطور. بس ما يهمك، خلاص نتكلم على الكرك المرة الجاي. حاضرين. التمر الهندي من المشروبات الرمضانية، في كتير من البوتاسيوم، سكر العين بالبكتين، الألياف، نسبة كبيرة من الأحماض، طبعا بيروي العطش، وهو يعتبر خافض للحرارة. يعني لو شخص عنده صداع أو عنده حرارة حاسس، لو أخذ كاسة تمر هندي بيخف عليه الصداع، بيساعد بعملية الهضم، منشط للكبد. وهي لميثة يا ميث، عشان الكلى والكبد، منشط للكبد، وطبعا مهدئ للأعصاب، جيد جدا ورائع للناس اللي عندهم التهاب بالحلق، التهاب عندهم كحة. أنا اليوم لازم أخذ تمر هندي لأنه كحة. ويعمل على تعزيز صحة القلب. أيضا يستخدم التمر هندي كملين وملطف ومبرد منعش في حالات الناس اللي عندها إمساك واضطرابات معدية، والناس اللي عندها غازات ونفخة، لو أخذوا أول ما يشربوا أو بعد يعني على الفطور أول ما يفطروا كاسة تمر هندي، بتهيئ المعدة والأمعاء لاستقبال الأكل بصورة أسهل، وبتتم عملية الهضم بأريحية أكثر بدون ما يكون في ضغط على الأمعاء. أيضا يستخدم في حالات الناس اللي عندها ارتفاع ضغط دم، عندهم غثيان، عندهم بتعرف اضطراب بالمعدة لأي سبب من الأسباب، لو أخذوا التمر هندي كاسة كمان بتهدي الغثيان. وهي طبعا بخص فيها الحوامل، أول الحمل، إذا إحنا في حلقة الحمل تكلمنا من إحدى العصائر اللي رائعة للوحم أو للمرأة اللي تتوحم في بداية الحمل، إنها تأخذ أول ما تفطر على تمر هندي، بيهدي المعدة وبيمنعها من القيء. أيضا بيخلي إذا الشخص عنده التهابات في اللثة وعنده مشاكل، لو مجرد ما يشربه ويتمضمض فيه بيخفف التمر هندي، بيخفف التهابات اللثة ويعمل على صحة الجسم وصحة الجسد. هذا كله في التمر الهندي. شوف سبحان الله، ربنا كل شيء خلقه ربنا له فائدة. أنا وعدت المشاهدين ومش ناسي أنه حنتكلم مرة على الثوم والبصل، بس ما شاء الله أنت دائما ثري بالمعلومات اللي بدك إياها. فإن شاء الله الحلقة الجاي خلال هالأسبوع نشوف يوم نتكلم على الثوم والبصل. طيب دكتورة، يعني للناس اللي يعني عندهم جهل شوية في
في المشاريب وفي الأكل مثلي أنا يعني. لا. تمر هندي هو عبارة عن شو؟ عن تمر؟ عصير تمر ولا شو هو؟ لا لا، تمر هندي هي زي نبتة طويلة بتنقعها، بتم نقعها طبعا، بتقطع لقطع صغيرة، بتنحط في المي، بتنغلى وبعدين بتتصفى بشاش، وبنحط عليها إذا حبيت سكر أو عسل حسب، وبينشرب بارد. هي عبارة عن نبات اسمه تمر هندي وليس يعني واحد تمر. يقدر يسويه في البيت؟ إيه نعم نعم، إحنا مسويه في البيت. ممتاز. الخروب، الكركديه، كلنا نسويه في البيت. زين، شو عندنا ميثة مشاركة؟ علي تفضل. علي. إيه نعم أخويا. يا هلا، تفضل يا سيدي. يا أخي والله. تفضل أستاذ علي، عندك مداخلة؟ اي عندي مداخله. تفضل سيدي. اي علي صايم اليوم؟ اي نعم. انت صايم اليوم؟ نعم نعم. زين علي، صح صح معانا علي، خبرني شو شو مداخلتك، خبرني تفضل. دكتور اسالكم، واحد عنده صايم، اي لو صايم يعني بعدين يحس معدته يعني الشيء يعني ايش اسمه غاز، اي ايوه ارتفع غازاته يعني. واضح شو هذا؟ اي نعم. حاضر يا علي، جزاك الله خير، شكرا على هذه المداخلة. أيوة. شكرا. طيب نحن تكلمنا عن الغازات في حلقات سابقة دكتورة، مو مشكلة ما نجاوب عليه. وأيضا في سؤال يقول ما هو شراب ينظف الجسم؟ ما في 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 مضادات الأكسدة اللي هي الشرابات، خلينا نقول اللي فيها ألياف، اللي تعمل على، طب احنا ما بنحكي على الحلول اكيد. ايه انزين، خلينا نشوف علي، خلينا نجاوب على علي. نتكلم على الشراب العادي. اي شراب غني بالالياف وبالماي بيعمل على تسهيل عملية البراز وبالتالي وعمل الامعاء بصورة صحيحة. بس انا بفضل اخذ الفاكهة كفاكهة زي ما هي، مش عصير، لانه الالياف اللي فيها بتكون اعلى وبتسهل عملية الهضم وعملية مشي المعدة. بالنسبة للغازات تكلمنا على البكتيريا الجيدة يا علي، حاول انك تاخذ البكتيريا الجيدة عن طريق الروب اللي عالي بالبكتيريا، وابدأ الأكل تبعك في السلطة لأنها بتخفف الغازات. ابتعد عن الأطعمة اللي بتعمل الغازات زي الملفوف والزهرة والقرنبيط وكل الحبوب. السلطة ما تسوي غازات دكتورة؟ لا لا, لا أكيد لا. أكيد أكيد يعني. السلطة وبالذات إذا حطيت عليها خل، أوكي. معلقة خل أو يعني بلسمك فينيجر، أو حطيت عليها دبس الرمان، ما تسبب أبدا. ليمون. جميل. في سؤال دكتورة شوية يقول كيف ممكن أزيد وزني؟ وزنه 65 وطوله 189 ما شاء الله. ما شاء الله، الله ما شاء الله، لاعب كرة، أسلي باسكتبول. بس كيف يقدر يزيد وزنه؟ شوف لزيادة، على فكرة زيادة الوزن كتير أصعب من تخفيف الوزن عنا إحنا. يجب إنه يمشي على نظام غذائي، بنشوف كم هو بيحرق برضه. نفس الطريقة، بدنا نعمل له أساسينج، بدنا نعمل له فحوصات كاملة، نتأكد إنه كل شيء عنده تمام، وبعدين من من منقيس الكتلة الدهنية عنده، ومنشوف يعني مثلا كم نحتاج نزيد الوزن، كم يحرق جسمه، وبنعطيه سعرات حرارية مضاعفة حتى يقدر انه يزيد الوزن. جميل. باقي عندنا تقريبا 5 دقائق لين السحب، فلأن واحد من المستمعين يقول صباح الفل، احلى برنامج، صحة وسعادة. شريف السيد يقول سؤال صعب، احذف اختيار، بس انت اجابتك صحيحة يعني. ما نحذف لك يا شريف. نحذف حرام. لا لا حرام. خلي اي خلي سهل هو سهل، بس سهل. يلا عشان بعد ما نحذف الحين طلبنا الريال، فبنخلي خيارين، نحذف خيار دكتورة شو نحذف؟ رقم واحد نحذف يعني يا 2 يا 6. انا كنت ابغى احذف 2. خلاص زين مو مشكله، خلاص الذكي حيعرف الجواب. عموما اللي حاب يشارك معنا عندنا اقل من 5 دقائق ممكن يطرش المسج على الرقم 4006، وطبعا بنخبركم باسم الفايز معنا اليوم. عندنا 2 فايزين، مو فايز واحد، 2. يلا هلا بالاجابات، يلا أنا أقل من 5 دقائق تقريبا. طيب دكتورة، طبق اليوم شو؟ ما حضرتي؟ بلا، برياني بدك حاضرين. يعني في كم بتخلصي لنا إياه؟ أنت شو بدك؟ خلال كم دقيقة بدك يعني أحكي؟ يعني عندك أعطيك 3 دقائق زين؟ أوكي
نحكي على البرياني مثلا الروبيان، شو رأيك؟ أوكي. من أول يوم أنا خاطري أحكي. تفضلي يلا أعطينا. لو أمس كنا عملنا بتكلم اللي سبحان الله كانوا حاطين في التلفزيون، في تلفزيون دبي عن البرياني، قلت سبقونا. زي شفتي عادة كيف؟ طيب نتكلم على طبق اليوم، هنتكلم على برياني القريدس. هياخد إذا مستعدين طبعا الطبق اللي هنحطه فيه سعرات حرارية 342 سعرة حرارية، نسبة الدهون جدا قليلة، وهذا الهدف انه احنا عم نعطيكم الغذاء بصورة صحية. في 6 جرامات فقط في الطبق، كربوهيدرات 52 والبروتين فيه 18. المكونات 2 كوب او 400 جرام من الرز البسمتي، ملعقتين من الزيت النباتي، 2 وحدة متوسطة او 250 جرام من البصل مقطع شرائح ناعمة، 2 حبتين يعني متوسطتين من البصل كمان مقطع ناعم او 250 جرام، 500 جرام من الروبيان المقشر، ملعقتين من معجون الطماطم، 4 فصوص من الثوم المسحوق، كوب او 50 جرام من الشبت الطازج المقطع ناعم، 3 ملاعق من طعام مسحوق الكاري، قرفة، عودين من القرفة، 5 حبات هال أخضر، نص كوب من الماء الساخن، وكوبين من الكزبرة المقطعة خشنة، 6 أكواب أو لتر ونص من الماء، رشة من الملح ورشة من الفلفل. طبعا طريقة التحضير، بنغسل الرز وننقعه في الماء البارد ثم بينطع جانب لمدة 30 دقيقة في قدر كبير، بنسخن الزيت ومنقل البصل المقطع لشرائح حتى يصير لونه ذهبي، بعدين نرفعه عن النار ونحطه على جنب، وبعدين نقلي البصل مقطع قطع صغيرة على حرارة متوسطة ونضيف عليها الروبيان ويقلى مع التحريك لعشان يصير زهري اللون، 4 أو 5 دقائق بس لأنه سريع. أسرع طبق هو الروبيان، أسرع من اللحم أو الدجاج لأنه ما بده وقت كتير. والله دكتورة يعني إذا منمشي مع الجماعة تي كل يوم طبق على السمع مساكين ما ظني بيلحقون، لكن هم ممكن المفروض يسجلوا صوتي. لا ممكن يتابعون الحلقة يعني نحن نحط الحلقة بعد ساعة تقريبا على موقعنا في اليوتيوب، موقع الهيئة على اليوتيوب، واحد يكتب هيئة الصحة بدبي وإن شاء الله تطلع للقناة. تفضل دكتور. بعدين منضيف معجون الطماطم والثوم والشبت يعني والبهارات كلها اللي ضلت مع بعض، منحركها ومنضيف أوراق الكزبرة الطازجة، وبعدين منفرغها بنحطها بعد ما تستوي ومنقلبها مع بعض، منتركها على جنب. بنفس الجدر منحط لتر ونص ماي ومنغلي الأرز حتى يصير شبه 3/4 مستوي، منصفيه ومنحطه على جنب، وبعدين منحط طبقة من الروبيان، طبقة من الرز، ورشة بصل وزعفران، وبعدين منحطهم على البخار على درجة متوسطة بالفرن حوالي 20 دقيقة ومنطلعه صحتين وعافية. صحتين وعافية، يوعتينا دكتورة. آخر مرة أخذ طبق اليوم. لا بس شوف في 6 جرامات دهون، تخيل يعني كتير نسبة قليلة، وإذا لاحظت إحنا ما استخدمنا إلا معلقتين الزيت للبصل فقط لا غير. صحيح. إذن نوقف استقبال الإجابة على سؤال اليوم. سؤال اليوم كان يقول كم هي عدد التطبيقات الخاصة بهيئة الصحة بدبي المتوفرة في المتاجر الذكية؟ هل هي تطبيق ولا تطبيقين ولا 6 تطبيقات؟ طبعا الإجابة السليمة هي 6 تطبيقات، وهي أطباء دبي، مكتبة هيئة الصحة بدبي الطبية، صحتي، تشخيص، حياتي، وطفلي. كل يوم احنا نحطهم كل يوم واحنا نتكلم عن تطبيق معين. فنعيد الإجابات، هي أطباء دبي، المكتبة الطبية، صحتي، تشخيص، حياتي، وطفلي. الفائز معنا، أول فائز أو فائزة، رحمة محمود سعيد. رحمة محمود سعيد، يعني أحمد البلوشي نحن وقفنا استقبال الأجوبة وبعد إجابتك غلط. رحمة محمود سعيد أول فائزة معنا، والفائز الثاني أو فائز ولا فائزة، نوار محمد علي. ألف مبروك،
لرحمة سهل. محمود سعيد ونوار محمد علي فازوا معانا بلوح ذكي مقدم من إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة في دبي. اليوم نحن قلنا ما نحط جهازين احتمال يعني نشوف المود يعني إذا أحيانا المود كان كويس ممكن نحط لهم جهازين وأحيانا جهاز على حسب شيء ما هي إذا بتبرع بجهازين زين كيف هي على كيف شيء عموما دكتورة يعني اليوم نصيحة اليوم شو ممكن نختم فيها البرنامج بالنسبة لي المستمعين شو ممكن نقولهم على نصيحتنا اليوم. لاحظنا انه برمضان انه كتير في ناس اللي عم بتجهل للاتجاه الصحيح والسليم بالنسبة للحميات الغذائية برمضان. اتمنى انه نحاول قد ما نقدر انه نخلي طبق واحد على الاكل, يعني طبق رئيسي واحد عفوا, لاني لازلت بشوف انه في اطباق معينة حتى لو كان في عنا ننوع بالسلطات ونخفف من الطبق الرئيسي. هلا هلا بالسحور لانه السحور اساسي, وياريت اليوم تقرأوا البيان الصحي عن الشوفان الكويكر, لانه الاوتس من احلى الاطباق اللي ممكن تستخدموها للسحور لانها رائعة للكبد, رائعة للكلى, وكمان كقيمة غذائية للالياف وللمعدة وللناس اللي كانوا يتكلموا على الغازات. كمان الشوفان من الاكلات اللي رائعة. نحاول انه نعمله مع الروب حتى ازيد القيمة الغذائية تبعته, ازيد قيمة, احط الروب مع الشوفان مع مكسرات, وجبة متكاملة غنية بالأوميجا 3, غنية في البروبايتك البكتيريا الجيدة, وغنية بالالياف, وتشبع وما تحسس بالعطش وما تعمل اي غازات. واتمنى دائما للناس الصحة والسعادة يا رب. شكرا لك دكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي, وأدري عندك اجتماع من حاليا لسناك لين آخر البرنامج. بيسعدني بالعكس. شكرا لك. شكرا لكم. باكر إن شاء الله بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. إذا مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا اليوم, حتى نلقاكم غدا إن شاء الله مع مواضيع جديدة حول التغذية في رمضان, وأيضا منحاول نطرح بعد في الأيام القادمة بعض المواضيع الخاصة عندنا بيكون إن شاء الله الاحتفال بيوم التبرع بالدم, أعتقد مو باكر عقبه, فمنحتفل مع العالم بهذا الموضوع, وأيضا بيكون موضوعنا الرئيسي اللي ما نطرحه إن شاء الله. حتى نلقاكم في الغد تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي, وهذه تحيات أسرة البرنامج كانت معنا في التنسيق شيمة تناك, وفي الإخراج المبدعة ميثبيات, وأيضا هذه تحيات يعني فريق الإعداد في قسم الإعلام في هيئة الصحة بدبي. هذا الفريق اللي أنا يعني دائما ما أكن له بالفضل في إخراج هذا البرنامج بالصورة اللي أنتم ترونها. حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد, نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.